فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا مع كثرة الزحام في الحرمين الشريفين أو الجوامع الكبيرة يفقد الرجل حذاءه وينتظر طويلا ثم يجد أحذية أخرى ليست لأحد، هل يجوز له أن يأخذ شيئا منها؟ إذا كانت ملقاة ومجموعة وملقاة مع المخلفات التي تؤخذ وتوضع في الزبالات ما في بأس، أما إذا كان محترمة ويرجى أن صاحبها يأتي إليها فلا تأخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أسمع مكالمات في المسجد، اللي بيكلم جواله يطلع برا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.